مقامات القرن العاشر على مسرح القرن الحادي والعشرين، مجتمع الفقراء والشحاذين وفاقدي البصر في مقامات بديع الزمن الهمذاني، في نص طوعه المرحوم الفذ الطيب الصديقي في سبعينات القرن الماضي وأعاد تشكيله باقتدار المخرج محمد زهير بممثلين أعانق الروعة. أما الإبداع الصرف فتنزيل جنس أدبي منسي هو المقامة على واقع اليوم. مقامة هي فيها شخوص مسرحية، يعني فيها شخوص مسرحية. المشكل اللي كان عندنا حالي اللي عندنا حالي اللي كان قبل أنه المسرح كان قبل تقريبا يعني الأدب البيكاريسك، الأدب التشردي يسمى. المشكل اللي كان عندنا هو ما كانش ممثلين. مقامات واحدة من هذه الخصوصيات في الثقافة في الأدب العربي بصفة عامة، معروفة من القديم، وكانوا الناس يتداولونها في المجالس، وكانوا الفقهاء يعرفونها وكانوا يتفكهون بها، لأن هذا نوع من المسرح مغربي، مسرح البساطي. كاين في المقام المغربي. عرض فرقة لحظة للمسرح مسرحية مقامات بديع الزمن الهمذاني كان بروح الطيب الصديقي ورؤيته المسرحية المبنية على المسرح الشعبي كقالب إبداعي وعلى استلهام الموروث المغربي والعربي. شخصية نسجت علاقات قوية وكان لها تفاعل مهم وتسجد فعلا القرب الثقافي والفني ما بين المغرب وتونس، لأن المرحوم طيب صديقي كما يعرف الجميع كان هامة من هامات الركح المغربي والمغاربي. عرض مقامات بديع الزمان الهمذاني راق كثيرا لجمهور الأيام المغربية بتونس. ذكي جدا من ناحية الإخراج، وجميل جدا من ناحية يعني التقديم وتوظيف القصة. سي صديقي معروف، العرض ممتاز ومعروف وفيه ممثلين بارزين والحمد لله. المسرحية عجبتنا مزيان، وإن شاء الله ديما يعاودوا لنا الحفلة هذه. ومنا سائر الأنصار والأشراف من فهري، ومنا قيم الدين شيع الشارع الذكري، سقى الله بيس عسانا. تتارجح المقامات في الأدب العربي بين الجد والهزل، أما بالنسبة إلى الطيب الصديقي فمقام فيه الكثير من المقال، يجمع المنسية بالمعاصر. فتح الفالحي، قناة ميديان تيفي، تونس.